هذا وعبر عدد من المواطنين عن بالغ سعادتهم بحصولهم على الوحدات السكنية في مدن البحرين الجديدة، مشيدين بالإجراءات الميسرة والسريعة من قبل وزارة الإسكان. رئيس الوزراء الله يحفظه الشيخ سلمان بن حامد الخليفة على المكرمة الطيبة أثلجت صدورنا الحمد لله وعقب الصبر، إن شاء الله كل خير بهالديرة الطيبة. وحبيت أشكر كل من سعى. طبعا ما قصرت، وأول ما استلمت الاتصال طبعا البارحة في الليل، وجدا أسعدني الاتصال من وزارة الإسكان، وطبعا لأهل ستانس اللي هو زوجتي وأولادي، والحمد لله كان اتصال سعيد جدا. أهن سيدي جلالة الملك الله يحفظه طولنا بأمره، وسيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء على هذه المكرمة الطيبة. يعني والله أول ما اتصل وزارة الإسكان طبعا يعني من فرحة بلغت زوجتي الوالد الوالدة، اللي عجبني في المدينة طبعا البحر والممشى، وطبعا عجبني وعجب اليهال يعني طبعا اي والله شيء جميل يعني. والله فرحة الأهل وفرحة الأبناء استانسوا يوم سمعوا الخبر. ونشكر وزارة الإسكان على توزيعهم على البيوت. المدينة والله الجديدة والبيوت ما شاء الله شوحة، وال يعني الأجواء هناك حلوة. سلمان يعني ما توقعته بهالمنظر هذا، ولا توقعته انه بهالجمال هذا زين. وثاني ما حصلت صعوبة على أساس ان انا مثلا مقدمت حق الأسكان، يعني كلها مجرد ان الأشياء الروتينية كلها سلسة زين. وعندي كلمة شكر لجلالة الملك ولي العهد، أقول لهم ما قصروا بصراحة، والله يعطيهم طولة العمر، وفرحونا بهذه الفرحة. مو فرحة واحدة، فرحتين، فرحة العيد الوطني وفرحة البيت. يكون منزل معمور إن شاء الله، ومشكورين ما قصرتون، وأشكر يعني جميع اللي قاموا على المشروع هذا.